الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم في رحاب حلقتنا هذه من برنامج الميسر في أحكام الدين، حيث نتحدث عن أمر مهم وهو معاصي اليدين. اليدان نعمة عظيمة خلقهما الله تعالى ليستعملهما الإنسان في حاجياته في أمور الحلال، فيحرم استعمالهما في محرم. معاصي اليدين كثيرة، منها التطفيف في الكيل والوزن والزرع والسرقة والنهب والغصب والمكس والغلول وإحراق الحيوان والمثلة بالحيوان والضرب بغير حق. التطفيف في الكيل والوزن والزرع، قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والويل هو شدة العذاب، وقد بينت الآية أن المطففين هم الذين إذا اكتالوا على بعض الناس يستوفون حقوقهم منهم، أي يأخذونها كاملة. وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي كالوا أو وزنوا من أموالهم للغير، يخسرون أي ينقصون. وكذلك التطفيف في الزرع، كأن يبيع شخص الأقمشة للناس فيشد يده وقت البيع ويرخيها وقت الشراء حتى يكسب الزيادة. أما السرقة وهي أخذ المال خفية من غير اعتماد على القوة. وأما النهب والغصب، النهب هو أخذ المال جهارا، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير بالقوة ظلما. وأما المكس وهو ما يؤخذ من التجار كالعشر وما أشبه ذلك. وأما الغلول وهو الأخذ من الغنيمة التي يغنمها المحاربون في سبيل الله قبل القسمة الشرعية. وأما إحراق الحيوان بالنار وهو حرام، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، صغيرا أو غيره، أي إحراقه وهو حي، أي فيه روح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا ربها، رواه أبو داود. وأما المثلة بالحيوان، أي تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة. وأما الضرب بغير حق، ضرب المسلم بغير حق من الأفعال التي حرمها الله تعالى، وهو من معاصي اليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، رواه أبو داود والبيهقي. ومثل الضرب ترويع المسلم والإشارة إليه بنحو سلاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه ابن حبان. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج الميسر في أحكام الدين، لنكمل الكلام في الحلقة القادمة عن الألعاب المحرمة، فتابعونا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.